برافو عليك يا كمال. بركة في سميحة يا فندم. سيادة الوزير مبسوط جدا منك وأمر لك بمكافأة كبيرة وشقة جديدة، ومن ناحيتنا إحنا هنطلع لك شهادة ميلاد باسم جديد وبطاقة شخصية، ولو حبيتي ممكن نشوف لك شغلة في أي حتة. يعني أنا دلوقتي بقيت حرة يا فندم؟ طبعا حرة، بس هي شوية إجراءات، ولحد ما تخلص اعتبري نفسك ضيفة عندنا. متشكرة قوي يا فندم. ربنا يوفقك. هتوحشينا. ايه مالك؟ خايفة. من ايه؟ حاسة ان انا خارجة لدنيا غريبة عليا، ملياش فيها حد. هروح فين؟ هروح لمين؟ مش عارفة. أعلن مصدر مسؤول من وزارة الداخلية البيان التالي: إنه في تمام الساعة 9:30 من صباح اليوم قامت جماعة إرهابية بمهاجمة بعض سيارات الشرطة، وكان من نتيجة هذا العمل الإجرامي مصرع أحد الضباط وبعض الجنود وعدد من المدنيين. هذا وقد تمكن الجناة من الفرار على دراجتين بخاريتين، وقد قام كبار المسؤولين من قيادات الشرطة بالتوجه إلى موقع الحادث، حيث توالي أجهزة الأمن التحقيقات والبحث عن الجناة. وتناشد وزارة الداخلية جميع السادة المواطنين بالتقدم بأي معلومات تفيد في القبض على الجناة. هذا وقد ذنبهم إيه المساكين دول يموتوا؟ ذنبهم إيه تشوه؟ ليه ده كله ليه؟ عشان يخلصوا من فريد الفيومي. فريد الفيومي؟ ما هو اللي كان في العربية، عشان ما يتكلمش ويعترف عليهم. يعترف على مين؟ قيادات الإرهاب الموجودة في الخارج اللي احنا بنحاربهم، وفي دول بتقويهم وتحميهم عشان ما نوصلش ليهم. بعد كل اللي عملناه، بعد ما شفت الموت بعيني، يعني كل تعبنا ده طلع على فشوش؟ ده متوقف عليك انت. علي انا؟ لسه مش عايزه تتكلمي؟ انا ما عنديش حاجه اقولها. احنا عارفين عنك وعن جوزك كل حاجه. ولما انت عارفين عايزين مني؟ عايزين نعرف جوزك كان بيتصل بمين بره؟ مين اللي كان بيديله الاوامر؟ احنا عارفين انك كنت دراعه اليمين. بس عاد لازم تفهمي ان فريد مات، يعني انت اللي هتشيلي كل جرايمه لوحدك. لو تعاوني معانا هنعتبرك شاهده وتاخدي حكم مخفف. عايزين تعرفوا مني ايه بالظبط؟ عايزين نعرف فريد كان بيشتغل لوحده ولا كان في حد بيتصل بيه؟ لا، كان في واحد بيتصل بيه. اسمه ايه؟ وحي الدين ابو الوفا. هو اللي كان بيدي الاوامر لفريد؟ ايوه. بيشتغل ايه؟ معرفش. كان بيتصل بيكوا ازاي؟ عن طريق مكتب شحن في اليونان. وحي ده هو قائد التنظيم؟ معرفش.
امال مين قائد التنظيم؟ انا ما اعرفش غير محي وبس. قابلتيه؟ ايوه مرتين، اخر مره من سنه ونص. وحي الدين ابو لافه ده هو الشخص الوحيد اللي ممكن يوصلنا لقائد التنظيم، الا اذا كان هو نفسه قائد التنظيم. عشان كده احنا محتاجين نزرع شخص في وسطهم، حد هم يثقوا فيه. وانت الشخص الوحيد اللي ممكن ندخله عش الضبابير ده. انا عارف طبعا انها مهمه في منتهى الخطوره. من حقك تقولي لا، انت دلوقتي بقيتي انسانه حره. لكن لو قلتي اه يا سميحة مفيش تراجع، لازم تكملي معانا للآخر. احنا محتاجين لك يا سميحة، محتاجين لسعاد من تاني. وسعاد الحقيقية متحفظين عليها في مكان امين، بس هنوصل لهم طبعا هربت. قلتي ايه؟ انا حياتي ما بقلهاش قيمه غير وانا معاكم. بعد اللي شفته بيحصل في البلد ما اقدرش اقول لا.